how to estimate body water or body fluids by using dilution principle. ازاي نقدر نعمل estimation لل body water by using the dilution principle. The dilution principle first should be identified. الاول نعرف ايه هو dilution principle. نركز مع بعض. لو انا عندي وعاء ايه تيوب صغيرة كده ايه جبنا فيها كمية صغيرة من الووتر في واحد، عارفين كمية، جبنا مادة سوليوت لها مواصفات معينة، دوبناها في هذا الايه الاناء الصغير. ايه الصفات دي؟ ايه ان انا هجيب مادة هتدوب في الفلويد ده هتتوزع ايكوالي، سهل ان انا اقيسها، اقيس الكونسنتريشن بتاعها، مش ايزلي ميجربل، نوت يوتلايزد باي ذيس كومبارتمنت، يعني مش هجيبها عشان تستهلك، انا عايزها ماده ثابته بتتوزع بايه بمرونه وتوزيع متساوي ونوت يوتلايزد. وطبعا عشان هقيس بادي فلويد وبادي ووتر يبقى ماده تكون نون توكسيك، يبقى بستخدم ماده لها مواصفات معينه دوبتها في كميه معينه من المحلول او سوليوشن، الماده ديت تكون ايه سوليبل في الكومبارتمنت ده، ايكوالي ديسبيرسد توزع بعداله، نوت يوتلايزد باي ذيس كومبارتمنت، نوت اكسكريتد اور ميتابولايزد، ايزلي ميجربل، نون توكسيك. خلاص جبنا الماده، وليكن على سبيل المثال نفكر مثلا، وليكن جبنا مثلا ملح مثلا، دوبناها كمية معينة من الملح، دوبناها في كمية معينة من الووتر، الفوليوم معروف، الكونسنتريشن سهل نحسبها، ممكن ناخد عينة عارفين تركيزها احنا، لان احنا حاطين كمية معينة من المادة عايز احسبها، ممكن بايه ناخد عينة وبجهاز معين نحسب الكونسنتريشن. يعني بمعنى اخر الجزء ايه تيوب ايه ديت معروفة الايه الفوليوم والكونسنتريشن. جبت انا الكميه دي الاماونت دي، الاماونت الاولانيه اللي هي ايه، قمت جايب وعاء تاني كبير حاطط فيه كميه غير معروفه من الفلويد من الووتر مثلا، مانيش عارف الكميه قد ايه بس هو وعاء كبير، وقمت حاطط فيه الكميه الاولانيه ايه اللي انا عارف الفوليوم بتاعه والكونسنتريشن بتاعه، وقلبتها كويس استنيت لحد ما ايكوالي ديستريبيوتد، سهل ان انا احسب الكونسنتريشن. لو خدت عينه وحطيتها في الجهاز هيحسب لي الكونسنتريشن، يبقى الايه الكونسنتريشن ديت معروفه، يبقى بالتالي الكونسنتريشن 2 ديت بقت معروفه، والكونسنتريشن 1 الفوليوم 1 والكونسنتريشن 1 معروفين، يعني ده معروف ده معروف والسي 2 معروف. الفوليوم 2 ده انا مش عارفه، فوليوم 2 ده انا ايه انا مش عارفه. طيب يبقى انا دلوقتي عارف سي واحد في واحد سي اتنين وفي اتنين ما نش عارفه. الديليوشن برينسبل بيقول ايه بقى؟ قول ان الكونسنتريشن واحد ملتبلايد باي فوليوم واحد از ايكوال تو كونسنتريشن اتنين ملتبلايد باي في تو. ولو بصيت على الرسم واضح جدا ان المحتوى الاولاني الاماونت الاولانيه اللي هي ايه الكونسنتريشن عالي لكن الفوليوم قليل. العكس في بي هنلاقي الكونسنتريشن قليل لكن الفوليوم كبير. فانا لو استخدمت الدايليوشن برينسيبال ده اللي هو بيقول، عايزين نعرفه الدايليوشن برينسيبال بيقول ايه، ان الكونسنتريشن 1 ملتبلايد باي فوليوم 1 از ايكوال تو كونسنتريشن 2 ملتبلايد باي فوليوم 2، وبالتالي سهل جدا بقى كده احسب الفوليوم 2، هقول ان الفوليوم 2 في الحاله دي هيساوي ايه، هيساوي كونسنتريشن 1 ملتبلايد باي، يبقى كونسنتريشن 1 ملتبلايد باي فوليوم 1 ديفايدد باي كونسنتريشن 2. يبقى تاني بمنتهى البساطه دايليوشن برنسب بستخدم ماده لها مواصفات مميزه معينه بواسطته اقدر احسب الايه البادي فلويدز. ايه مواصفات الماده ديت؟ انها تكون ايه ها dissolved in the compartment that we need to measure.
equally dispersed in it, non-toxic, not metabolized or excreted from this compartment. كلام كويس. easily measurable, non-toxic. حقنت المادة ديت وسبتها توزعت equally في الكومبارتمنت، انا عارف الفوليوم الاولاني بتاعها والكونسنتريشن الاولاني، الكونسنتريشن الثاني اقدر احسبه، الفوليوم الثاني بقى ايه هو اللي مش معروف، يبقى اقول كونسنتريشن 1 ملتبلايد باي فوليوم 1 از ايكوال تو كونسنتريشن 2 ملتبلايد باي فوليوم 2. يبقى بالتالي اقدر اقول ان الفوليوم 2 ديت بتساوي ايه؟ الفوليوم 2 هتساوي concentration 1 multiplied by volume 1 على divided by concentration 2. طب لو استخدمنا الدايليوشن برنسبل في الاستيميشن اوف بادي ووتر هنعرف ان التوتال بادي ووتر كان بي استيميتد باي يوزنج هيفي ووتر. ليه؟ لان الهيفي ووتر سهل انه يتوزع فين؟ في الاول بادي كومبارتمنتس فور ووتر، ايكوالي ديستريبيوتد، نون توكسيك، ايزلي ميجرابل. يبقى ليه بستخدم الهيفي ووتر في الاستيميشن اوف توتال بادي ووتر؟ كلام كويس. طيب علشان اعمل استيميشن للاكسترا سيلولار فلويد لازم استخدم ماده تمتاز بانها ايه؟ بانها نفس الكلام تبقى ديستريبيوتد في الاكسترا سيلولار فلويد، ايكوالي ديستريبيوتد، نوت ميتابولايز، نون توكسيك، easily measurable. وجدوا ان الماده هي مين؟ الانيولين. يبقى ما نيجي نسال التوتال بادي ووتر كان بي استيميتد باي يوزنج الهيفي ووتر، وايل الاكسترا سيلولار فلويد كان بي استيميتد باي يوزنج الانيولين. وعرفت ليه انا بستخدم الانيولين للاكسترا سيلولار فلويد استيميشن وللهيفي ووتر في الاستيميشن اوف توتال بادي فلويد؟ يبقى التوتال بادي فلويد سهل جدا دلوقتي، ابقى فهمت دلوقتي التوتال بادي فلويد ماله. يبقى التوتال بادي فلويد او التوتال بادي ووتر هي توتال بادي ووتر. حسبناه ازاي؟ استخدمنا الهيفي ووتر، الاكسترا سيلولار فلويد استخدمنا الانيولين. طب انا عرفت التوتال بادي ووتر وعرفت الاكسترا سيلولار فلويد، يبقى سهل ان انا احسب الايه؟ الانتراسيلولار فلويد ولا لا؟ طبعا، لان نورمالي التوتال بادي ووتر هو عباره عن حاصل جمع الاكستراسيلولار فلويد زائد الانتراسيلولار فلويد. انا عارف الاكستراسيلولار فلويد وعارف التوتال بادي ووتر، يبقى سهل جدا احسب مين؟ الانتراسيلولار فلويد. نفس الكلام عندنا هينطبق على البلازما. اعمل استيميشن للبلازما ازاي؟ باستخدام راديو اكتيف بلازما بروتين. اشمعنى الراديو اكتيف بلازما بروتين؟ لانها زي ما هو واضح ايزلي ايه؟ ايزلي ها ديسبيرسد ان بلازما، ايكوالي ديستريبيوتد، ايزلي ميجرابل. يبقى تو سمرايز هاو تو استيميت بادي ووتر باي يوزنج دايليوشن برنسبل، يبقى الاول لازم احفظ وافهم الدايليوشن برنسبل. C1 multiplied by V1 is equal to C2 multiplied by V2. وبالتالي اقدر احسب الايه؟ ال V2 دلوقتي. ولازم اعرف مواصفات المادة اللي انا هستخدمها، لان على اساسها هعرف ايه؟ هعرف ليه انا بستخدم المادة ديت وازاي اعمل ميجرمنت للفلويد اللي في الكومبارتمنت ده. ووضحنا التوتال بادي ووتر كان بي استيميتد باستخدام مين؟ الهيفي ووتر. الاكسترا سيلولار فلويد كان بي استيميتد باي ايه؟ يوزنج انيولين. الانترا سيلولار فلويد يبقى انا هطرح ايه من ايه؟ الانترا سيلولار، الاكسترا سيلولار فلويد من التوتال بادي ووتر. طب البلازما يبقى استخدم راديو اكتيف بلازما بروتين. يبقى كده بقت الامور واضحه. هاو تو استيميت ها بادي فلويد اور بادي ووتر باي يوزنج دايليوشن برنسبل.